طبق، في اسباب الرقابه وفي اسباب عدم ايجاد حلول بديله. يعني في فيما يتعلق ب اول شيء انه واحد شو في مانع اذا حلمه كبير، يعني حتى كنواب نحن احلامنا كبيره، بس فتنا على مجلس النواب انه انا بعتبر حالي قريب عمري قريب على عمركم يعني، وفي زميلتنا هلا هون نحن بنرحب فيها اول شيء، ما حدا رحب فيها، هلا زميلتنا الصحفيه بتغطينا كل الاحداث اللي بتتم داخل المجلس وبتواكبنا بتواكبنا وفعلا بتساعدنا اكيد كمان. فيما يتعلق بالحلم، ما شو المانع واحد يكون عنده احلام، بس بالنهايه بده يطبق هالحلم. اوكي، في نواب مثلا، في نائب بيجي، انا شخصيا ما عندي هالطموح اعمل رئيس جمهوريه لان طائفتي ما بتسمح لي، من هيك نفسيا مرتاح ما عندي مشكله، النيابه مبسوط فيها يعني نوعا ما، وعم اتواصل مع العالم، اهم مبدا عندي تواصل. في غير ناس عندهم امل بيعملوا رئيس جمهوريه، اوكي. في شخص عنده اقتراح كبير، طب بده ينفذ طريق بحريه، طب هالطريق البحريه مثلا هون باحدى المشاريع، هلا كنت عم بحكي مع يحيى انه طريق البحريه في حكي نحن عم نتداوله بمجلس النواب انه ممكن تصير، بس هيدي نص او ثلاث ارباعها امور حكوميه، منا حكومه مجلسيه، منا امور مجلسيه. مثلا انا اذا بدي احكي عن حقوق المراه بدي اعطي كوتا للمراه، هذا امر مجلسي، بس موضوع الطريق شق الطريق مش شغلتي انا، يعني في ناس مهندسين شغلتهم هالملفات، موضوع البيئه ايه شغلتنا، وهلا في نظره بيئيه اكثر بالمجلس يعني، بس كله بده وقت. مثلا بدي اعطيكي مثل تما واحد يقاس بالبلد، انا رح اعطيكي مثلا، انا ايام بضغط على النواب زملائي، انا بلجنه الاداره بالتشريع يعني كمحامي، في موضوع قانون الاجرات تعرف زميلتنا صار له 10 سنين القانون 10 سنين، هل كان بده يسوي وضعه من 10 سنين كان خلص، بعده ناطرين لهلا المالكين والمستاجرين. طب هيدي كلها بدها قرارات، بس للاسف كمان ما حدا بياخذ قرار بالبلد، ان كان على الصعيد الامني على الصعيد الرئاسي، ما بدنا ننتقد هلا الكل، عم ننتقدهم كل يوم، بس خلينا نطلع بشي شغله ايجابيه. لا انتو تغيير الواقع بدكم تصروا على الموضوع، بدنا نتعاون معكم تيوصل صوتكم اكثر، هيدي هي. هلا اذا هالجمعيه بالذات اجت قدمت اقتراح واجوا بعض النواب تبنوا هذا الاقتراح باسم هالجمعيه، مثل ما صار مثلا بموضوع التدخين، منع التدخين، انتم بتعرفوا المجتمع المدني ساهم بموضوع منع التدخين، واكبتوا الموضوع؟ لانه موضوع التدخين كمان يعني المجتمع، هلا في موضوع مثلا شبكه التوتر العالي، عم بتعاون انا شخصيا مع مثلا في شخص كمان من المجتمع المدني متخصص، عملت له الاقتراح، يعني عم تعاون انه هاي الفكره اعطيتكم اياها منا جديده، بس بدها الباب ينفتح تنتصل نحن وياكم، والافكار اللي ممكن تصير نطبقها لا اكثر ولا اقل. ما لو الحكومه حكومتي كنت وصلت لك اياها، حكومه انا ضدها ما بعترف فيها، من هيك يعني ما بدنا نفوت بالجو السياسي، ما لاقي طريقه. كان الكرم هون وزير كرم عنده اتصال مع المئاتي بيحكي معه بيدبر حاله. طيب نحن بنشكركم على هالمداخله، هلا رح نتوقف مع توزيع الشهادات. في سؤال من وراها ولا ما بعرف اذا بيتفق معنا سعاده النائب، بس قال ايه او لا. يلا يعني كل الناس من بعد الشكر والترحيب على الأفكار وعلى الحضور المشاركة بتعيش على شيء اسمه الأمل. فأنت مرقت لنا كلمة هلأ أنه هذا لبنان هيك بركي ما منحبه بس ما فينا نغير. لا، لبنان هيك حلو كتير، في كتير شغلات منحبها موجودة فيه، في شغلات ما منحبها هي مشتركة بين كل الطوائف. بعتقد إجماع كل شباب الطوائف والتيارات السياسية بيجمعوا على عدد كتير كبير من المشاكل اللي نحن كلنا بنرفضها. مرقت بس كلمة واحدة انه نحن ما فينا نغير، لا نحن فينا نغير. نحن فينا نغير كل شيء، جدار برلين نزل، حسني مبارك نزل، الدنيا بتتغير، ما في شيء بيبقى مثل ما هو، المهم اللبنانيين يقتنعوا انه في تغيير وبدهم يغيروا، بغيروا المجلس النيابي والحكومة وكل المجالس الآتية، بس قلنا كلمة واحدة فينا نغير أو لا. لا رح أقول لك ليه، بكل بساطة يعني ما تشوف انه ما عم نلعب ما عم نشتغل سياسي اليوم نحن وياكم بكل صراحه، رغم انه جاي مش محضر حالي باي شيء باي جو، طلع الجو كثير حلو بهنيكم يعني. موضوع تعرف ليش ما بيتغير النظام؟
لأنه كل الطوائف وكل الزعماء الموجودين مقتنعين بهذا النظام. في أكثر من هيك؟ أنا عم بحكيك جد، كل الزعماء دون استثناء، جيب اللي بدك إياه. في هلأ كمان نحن مش على يعني مش على تواصل بالفكر مع مثلا حزب القوم السوري، هذا الوحيد اللي هو عم بينادي بالمجلس بإلغاء الطائفية السياسية. ما في يعني كيف؟ كل الكتل بيحكوا بالإلغاء، بس تجي على الجد ما حدا بيعمل شيء. أنا عم بحكيك إياها من خبرة، مش عم بتهم حدا. عملها نحن منا جلسة سياسية اليوم، نحن جلسة يعني مناقشة عامة منا سياسية. مصبوط. سياسة بحكي شيء، هلا عملت بيان شيء تاني، عم نهجم مع وزير الداخلية شيء تاني، بس هون بنطلع بنتيجة. الواقع هيدا الواقع، أنا من هيك قلت أنا زلمة واقعي، بدك تعيش واقعك. هيدا البلد أنشئ على النظام الطائفي المذهبي، إنشاؤه سنة 1920 وقبل، كلكم تعرفوا التاريخ. هيدا النظام كان، هيدا هو النظام. باسم منتدى الشباب الاقتصادي مرة تانية أيها الشباب المندفع، بدي أشكركم للمساهمة. بدونكم ما فيكم طيب، وبدونكم بدون هالعقول، بدون هالجهد، بدون هالمنهجية اللي عرفتوا تتبعوها واشتغلتوا عليها، وبنعرف كم اجتماع وكم جلسة وكم مناقشة وكم رد وأخذ وتريننج وحوار لعرفنا نشتغل ونطلع كتيب 33 فكرة من أفكاركم، من بنات أفكاركم. الآن أنتم ما بدكم شهادة، الشهادة انحفرت بقلوبكم وبعقولكم، ولكن بضل عنا شيء رمزي معنوي ومادي اللي هي الشهادة اللي هلا حتتوزع. ونبلش. استاذ زياد علوية، زينة عمار، وسام دايفيس، وسيم شميساني، صفاء حنجول، رول عكاد، ريشار خليل، ريان شحال، رنا جوني، رضوان بيروتي، نسرين رمال، نجوى زكور، نبيلة تبو، محمد ديب، محمد جابر، مازن نصار من الإسعاف النبطية، ماريجو ألفالاس، ماريان جيم، ماجد السعدي، خديجة حمصي، جنات عبود شامي، إبراهيم العطر، هدى الحلو، هند مرعي، جريس الأعرج، فتنة يمك، لياس معلوف، إلهام دلال، دعد حسين، أن ماريا أبو عزيز، أميرة الحلبي، علي رسلين، أدريانا أبو ديوان، ونريمان فاق. مبروك، شكرا للمشاركة، والآن حفل كوكتيل. شكرا للمشاركة مرة تانية، وطبعا رح نكفي سوا بالمناصرة، رح نكفي سوا بالمناقشة. في نواب ووزراء هلا أبدوا مثل ما شفتوا استعدادهم للنقاش ولتبني أفكاركم، فحنتابع سوا طبعا هيدا النضال. شكرا.